يا أهلا بك، يا أهلا بكم. يقول لك مثلا أنت عالم الرؤى، عالم الرؤى ده الأبعاد فيه مختلفة، الأبعاد فيه مختلفة. يعني مثلا في رؤية على ما أذكر، على ما أذكر تلاقي أمريكا الشمالية، القارة كلها أمريكا الشمالية بأمريكا الجنوبية على الصابع ده. تمام؟ تبص كده على الصابع ده اللي هو ده، في ظهر الصابع، في ظهر الصابع تبص كده تلاقي هنا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتلاقي كمان منبسط، منبسط في أمريكا الشمالية جبريل عليه السلام، وتحتيه في أمريكا الجنوبية منبسط تقريبا ميكائيل أو إسرافيل، ويحتمل، ويحتمل بين جبريل وإسرافيل في رابط خفي، واحد من الملاكين ميكائيل أو إسرافيل. دي الأبعاد، دي الأبعاد في الرؤية. طبعا السبع ده السبب، عدد السبب L، فتقريبا يبقى امريكا الشماليه بامريكا الجنوبيه كلها ايه L. تبص تلاقي الجزيره العربيه كلها على الصابع ده، على ظهر الصابع ده من هنا، على ظهر الصابع ده كده تلاقي السعوديه كلها، وتلاقيني انا منبسط، منبسط على السعوديه على الصابع ده. مصر، تلاقي مصر على الصابع ده، على ظهر الصابع ده، وتلاقي أبويا الله يرحمه منبسط على بلون زئبقي كده خفي يعني. تمام؟ منبسط على مصر. بس أنا مشفتوش منبسط أوي على مصر، بس هو يعني ينتمي لمصر، هو العدد، عدد مصر هنا في الكاف. فدي أبعاد، دي الأبعاد في الرؤية. فعالم، عالم الروح، عالم الروح والرؤى الأبعاد فيه مختلفة، الأبعاد فيه مختلفة. تخيل أمريكا الشمالية بأمريكا الجنوبية بملكين منبسطين على القارتين على الصابع ده، على ظهر الصابع ده، وأنت بتتفرج عليهم، أنت وأنت في الرؤية، أنت في الرؤية عامل كده بص، بتتفرج، بتتفرج، بتتفرج على صوابعك، شايف صوابعك قدامك والحاجات اللي بتترسم عليها، وكمان بتتفرج كأنك بتشاهد فيلم أو حاجة زي كده. نكتفي بهذا القدر.